أول مرة بحياتي أظهر من حجرتي هالوقت، أول مرة بحياتي ظهر هالوقت يا أبوكم. أنا تحت متريج وحايط ورامس وقارز الدنيا هذه كلها قرز، ما أدري اليوم شو أخرني هالكذا، هب شو أخرني. تميت شفتوا اللي يقولون على متبايع، المتبايع يعني مغفي. ستحتاج الى الغاء القفل. اذكر لي يا ريضه، انا بحكي من حد يدقه قال ستحتاج وستحتاج والله العظيم والله اني زغت لكي اللي قبضت عمي قبضه مال غصب زور. هب 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 عرف حال ما بمسباح هالمتل هاك اللي طوعه عين ابوه وين جاي؟ ما شفته انا مسباح حط يا رب. انا ابويا المسباح، انا ابو هذا من ماله وين جاي؟ انا ابو عيب، هذا ابوك مخراب، هذا خراب مال دنقية. اقولكم يا اليوم اليوم امور امور وضعب اليوم ما شاء الله. سمعتوا بها اللي يقولكم زيرتن وحده، اليوم بوظبي زيرتن وحده من شرقها لغربها، من ارض معارضها لكرنيشها لين فنادقها. شوف 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 اليوم 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 يوم اقول لك اليوم قتلت الحسين ضر جربه. الليله ليله من اليوم 11 ليله زيرتن وحده. How are you؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. How are you؟ I'm fine, sir. How are you؟ I'm fine, sir. Good. Good. How are you? What's this? This is fasulia. Fasulia. This steamed broccoli. Thank you very much. You're welcome, sir. فحاط في بالي إن اليوم بيكون يوم اللا. اليوم اللا هذا الحين من متى مايا؟ من أسبوعين. هيلا بيس سنابات، هيلا بيس سنابات. لكن بخبركم انا اروح مستمتع. ليش اسوي يوم اللا؟ يوم اللا بيجي يوم مالي بارض، يوم اللي مالي بارض هذا ابوكم ان شاء الله ما يجي اليوم اللي مالي بارض فيه. دبت حياتي ابوي انا اللي بارض وبمنطلج ابوي جد الدنيا وما ابغي ارد وين انا اوقف، ما اريد اتم، اريد ابوي سيده قدام فوق فوق هناك هناك وراه في راس مقدمه القطار. أنا العربة أصلاً اللي تير القطارات كلها، أي لسنة أوجف أجز في كل مكان إلا أبوي أنا، هذا الطلقة يسمونها القطار اللي ما يوجف ولا يصد لا يمينه ولا يساره، هل توه طايح في اليابان ما أتذكر شو اسمه. هاك اليوم ركبناه ما أدري وين، 1000 كيلو خذ بنا نص ساعة يا جماعة الخير ماشي. غمض برج غمض برج، هذا هو اللي سمعنا فيه. الأحداث الأحداث غير نمونة، الأحداث فنانة توجب ان الانسان يتفاعل وياها. احداث وايده اليوم ابوي شيء بظبي كلها زيره وحده، شيء ابوي ناهيك عن معرض مال المغرب في ابو ظبي، المغرب في الامارات، هذا روحه يا ابوكم عن 600 حدث، عن 600 حدث. وناهيك بعد اليوم شيء معرض من غير في فندق شنغريلا. وبكره الجمعه، بكره الجمعه الله يسلمهم شيء سيره دبي، وشيء بعد زيره في دبي في فندق فرساتشي بيرس الجمعه والسبت، ويوم الاحد بعد عندي شغل في دبي. امور امور. واخر الشهر شيء ابوي سيره نيوزيلا، اخر الشهر شيء سيره سكوتلند، ومن وشيء بعد سيره المسكت. امور أمور 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 ما شيء كثرها. فعالية الله يحفظكم المغرب في أبو ظبي، الفعالية هذه موجودة من اليوم الساعة 3:30 تقريبا لين الساعة 9، فاتحين الأبواب للعالم كلها للجمهور كامل، من السلع لين الفجيرة لين الحيور لين لباد لين البحور لين اليزر، كل هالعرب ابوي لازم تي تشوف الحضارات، تشوف
طريقة عيشة المغاربة، ثقافاتهم، ترى وايد مهم ان الانسان يطالع، ما تبي الا بس يسمع، تعال طالع بعينك شوف شو خدمتهم. جايبين لك من كل مدينة من مدن المغرب عينة ضئيلة، نقطة من بحرهم. هم مش بحر، هم بحور، هم قارة كاملة فيها جميع ثقافات. المغرب ما بلا أكل وشرب وفسح، المغرب بلد حضارات، بلد تاريخ، عبق ماضي. تربط الإمارات والمغرب صداقة قوية منذ عشرات السنين، رحمة الله على من قول العلاقة هذه، ورحمة الله عليه اللي رحمة الله عليهم اللي من الإمارات واللي من المملكة المغربية، اللي قووا العلاقة هذه منذ النشأة، فلذلك ساروا العيال على نفس نهج أبوهم في تقوية العلاقات وزيادة تقوية العلاقات هذه. فلذلك تلقط الإمارات لها مساهمات كثيرة، وتلقط المغرب لها مساهمات أكثر في دولتنا الحبيبة. فلذلك نحن ما نلقط الدورة منهم، وهم ما لهم بد منا، ونحن جزء ما يتجزأ من الشعب المغربي، والشعب المغربي ما يلقط البد منا. نحن ناس مسلمين، نحب متسامحين مع الناس كلها، وسايرين في ما يرضي الله في رفعة الشعوب. فلذلك ربع تعاونوا ما ذلوا، ونحن رب العالمين موفجنا ويا المغاربة ويا غير المغاربة، لكن المغرب له وضعية خاصة بالنسبة للإمارات. الفن المعماري بتشوفون الصناعات التقليدية، بتشوفون الديكورات، بتشوفون المرأة المغربية في جميع موديلات الأقاليم، لبسهم التراثي. أنا أمس ترى ما رمت أصور لأنه كان زحم زيادة على اللزوم وقت الافتتاح، وكان الحضور وايد كبير من الشخصيات الكبيرة، وما حد كان يروم يصور من كثر الزحم. عروض موسيقية وأزياء مغربية ومطبخ مغربي وفن معماري وفن تقليدي، فلذلك وفن الطبخ وفن الأكل والمعروضات. يعني في شيء أنا صورت يمكن واحد فقط بلمين، لكن اللي موجود على فكرة ترى المعرض فقط للتعريف عن المغرب وثقافة المغرب. المغرب بلد متأصل في هذه الأرض وموجود منذ الأزل، تاريخها مثل قضون سكة العملة عندهم من آلاف السنين. هم روحهم يسكون عملتهم، روحهم سروج خيولهم، حرابهم، سيوفهم، بنادقهم، أشياء شيء تاريخ عبق في منتهى الروعة. سمو الشيخ هزاع بن زايد الله يحفظه ويطول بعمره، أمس يعني زيارته كانت تثلج الصدر، وقام سووا معه تور على كامل الأقسام، تجول من أول المعرض إلى آخره أكثر عن ساعتين، وكان ينصت ويسمع ويتبادل الآراء لكل موقع من مواقع المغرب، لكل موقع من مواقع اللي في المعرض المغربي. كان يعني جولة وايد كبيرة، وخذت وقت ما شاء الله تبارك الرحمن وقت وايد كبير. أنا قطعت عن التصوير لمدة ساعتين، من الساعة 5 إلى الساعة 7 مرة ما شيء تصوير. والسبة ما شاء الله الله يحفظهم الشيوخ كانوا لاهيين، وكنت فرحان بشوف الناس كلها يعني، وعلى رأسهم الشيخ هزاعي على الله يبارك فيه. الفن والأناس وهذا كله موجود، قلنا لكم في وين؟ في أرض المعارض، في أرض المعارض أبوظبي، أرض المعارض الدولية، معرض أبوظبي الدولي. هذا أبو جناح كامل بزموعرة، أكبر جناح فيهم. هذا أبوي متى؟ من الساعة 3:30 لين الساعة 9:30 بالليل. من عقب 9:30 الليل تستوي عادة، يستوي طر الجربة على الكرنيش، كرنيش أبوظبي، مسرح الكرنيش على الهواء الطلق. هاج الأناسة يتألقون مطارب المغربيين، بيون مطاربة المغرب من الفلكلور والفن الشعبي
والمطربين الدوليين مالهم مال المغرب من ذكور وإناث، فبيستوي شيء بديع والمدة 13 يوم. المغرب في أبوظبي لين تاريخ 30. الفعاليات الغنائية اللي توكني خبرتكم عنها اليوم وبكرة على الكرنيش، كرنيش أبوظبي، هذا تازم أبوي زيرة اليوم الخميس وبكرة الجمعة. هذا كل الفنون المغربية بتكون موجودة هناك. ناهيك عن أول بداية بيكون من الساعة 3 لين الساعة 9 في الليل في كنتية في كنتية أرض المعارض. من بعد الساعة 9 في الليل أبوي تنجلب الدنيا على الكرنيش بكرة وبعد بكرة وبكرة وبعد بكرة واللي عقبها كل البرامج ماشي في أرض المعارض لين آخر الشهر. يا غير فعاليات الطرب الرئيسي الشيء الزيرة العودة اليوم وبكرة ليلتين على ثلاث. لا تقولوا ما حد قال لكم، الحاضر يعلم الغايب، الدعوة عامة للبعيد قبل القريب، حد يقول ما قلت لكم وبلاش. ايه بلاش 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 كل بلاش. الحين قصيدة بوبر توها خادمنا حفيظ، حفيظ جايين ابوي ريال ويبي يعرف ابوي طريقة خدمة قصيدة البوبر وخدمها قدامه. هذا عين ما تشوفون، هذه قصيدة البوبر. ها ايون يا سلام يا سلام حفيظ، قصيدة البوبر تحمسون الطحين ولا ما يحمس؟ طحين مقلاي ولا لا؟ اي اذا سويت اذا حمست الطحين ما تتقاود العصيده، تغدي مفارجه ما تغدي تتقاود. بسم الله الرحمن الرحيم. اول الا بطعم كنت متريق زي شو اسوي؟ خربك الله يا حفيد، سويت لي سبب. اللي يسوون قصيده البوبر يقولون نحن ما تغدي هالنمونة. أبوي ما تغدي هالنمونة لأن نحن نسبة البوبر 90% ونسبة الطحين 10%، فلذلك تغدي تتمايط وفنان وزينة والطحين رقم واحد. فلذلك تغدي فنان وناضية وساكرة، فتغدي وايد فنانة. لكن تحط قياس قوت على اللي يموت. ترى عصيدة البوبر، عصيدة البوبر إذا البوبر تحط 10 كيلو يلا يلا من تسير وتنضع تصفارك بوي على كيلو وين؟ 8 كيلو. هذا كل ما يتبخر اللي يصفى 8 كيلو يودون على يم وزلوا ما كامل وتصفارك اللي على كيلو وين؟ منو بيخف وانا كل يوم هالنمونة؟ منو بيخف؟ منو بيخف؟ يا الله يقرب الحيطة هالكتير المطع يجلب. في كوريا في كوريا نتابعك من كوريا يا ابو محمد. نتابعك من كوريا يا ابو محمد. السلام عليكم خالد خالدي. السلام عليكم خالد خالدي. السلام عليكم خالد خالدي. انزلكم فيديو لقطه مدتها دقيقه. هذا شد صار اضواء الشارجه، مهرجان الاضواء في الشارجه، ويوم كان حافل من الصبح لين في الليل، ركضه من مكان لين مكان من مكان لين مكان. واخر شيء دخلنا مكان كله كافيهات، هالكافيهات متركات يعني مال الطلبه ومال الاشياء هذه. خلصنا ونحن ظاهرين درت ويا العرب كلها وسلمت عليهم سولفنا وصورنا ولا لا 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 لا. انزين الحين ظاهر خاري مره بركب سيارتي، ظهرت لي وحده عند الباب تبى ترمس صور فيديو الأولي وفيديو الثاني، هذا حق ماي أو حق خالتي وهذا حق ما شيء مشكلة لك ما شيء مشكلة لك. آخر فيديو ظهرت لي قرود، ظهرت لي الشب في عيوني تبى تتمطمط وأنا عيزان أبغى أشرب قطرة ماء ما بمخلت لي مجال. صورت هذا الفيديو هذا ومتام وتام عندي هالفيديو من هاك اليوم لقطة صغيرونة يعني أظني نص دقيقة كان هلو دقيقة ويعيبني بفترة. والثاني يحط المقطع هذا عيبني شكلي يوم وقف من الصخي وما بلاقط حتى قطرة ماء وهي عاف التلي في الشواهيج في الشواهيج ما بمخلت لي مجال حتى أرمس. يعني طلب ورا طلب طلب ورا طلب وكل طلباته مكررة، يعني ما في شيء تبى معلومة ولا تبى شيء، كل
الا تبع فيديو حق مايا، فيديو حق خالتي، فيديو حق عمتي، فيديو حق جدتي، فيديو لا 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 عيزتني. قال تقول تبع كلمه حق سنابها، ما يندر سنابك ابوي زينين ما بزينين شريين زينين. انا طيبه وحلوه يعني مستحيل ما يعني حلوين وطيبين صدق. استغفر الله كلمه ابراهيم لا حسها والله انك غاويه وصيد القوه بعد صدق. يعني الله يحفظك. نعم ان شاء الله مصدقه يا كذب والله انا اعرف عمري بسم الله عليك كله زين وكله فنان. يعطيك الصحة تحياتي لك وسلمي على اهلك مايا نورت الشارجة الله يسلمك ولا يخلينا نحن انا كثر ريتك عاد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انزين خلينا نشوفك ان شاء الله فعاليات مهرجانات وبعد كذا زين بنعزمك عاد بايح على عيش ولحم والله انا عيزتني المحايدين مره امس بس عليك انت غالبني تشرط يا بوش انت غالب تلحق رقم واحد بس عليك ما شاء الله بسم الله عليك الرحمن الرحيم سلمي ماي على هلج انتم تدرون وياي اليوم احب ارويكم تعرفونه السلام عليكم هذا الرجال اللي جاي الشيخ احمد بن مالك ال مالك احمد بن سليمان ال مالك يعطيك العافية وشكرا على هالزيارة اللي المفاجأة بغيتي قيل بغيتي ايلس بغيتي سولف بغيتي يارب حلفت علي مليون يمين قال لا انا ولا من يا ياب اللي غرض على الله يحفظه ودي انك تيلس وتسولف كان سبحان الله ابوي ما رمت له وهالعصي حق شو هالكثر العصي كل وحدة لها مناسبة ما شاء الله هذه شعار الدولة طال عمرك الله يحفظ القبيلة ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك يعلك في داعة الرحمن سلم على الربع كلهم ريحين أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقولكم أنت ريحين يدنا العصر بنصلي بنتوكل على الله بنصير وين المغرب في أبو ظبي معرض أبو ظبي الدولي أرض المعارض إن شاء الله بنحضر المعرض المغرب في أبو ظبي شيء بسيط وخلاص بنسير بوي فندق شنغريلا فندق شنغريلا بنحضر بعد معرض ما ينكر حال تحروا ينكر حال ما ينكر حال ما ينكر حال هذا اللي تشوفونه ترى مهندس منحل سلام عليكم أبو محمد سلام الله وبركاته انزين انزين وخبركم إيه. هذا بوي عينا الله يحفظكم من وين من عند عايض بمبارك عايض البريكي عايض بن مبارك البريكي المدير العام والله والنعم مزون للحلوة العمانية هذا بيعينا صديق صاحب صديق من لك 600 سنة الحلوة كل أخذ منها ويربنا نحن ويرب غيرنا من الحلوة اللي هي حلوة مزون للحلوة العمانية عندهم مقاسات وعندهم لك 600 نمونة نحن خلوا هذا كله على يمب ناتق الجديد مال قوم عايض شو الحين بخبركم تقهم الله يحفظكم حلوة التمر حلوة التمر مسوين حلوة من السح هذا الناتق الجديد مال وهذا كرتهم اللي يبي يسوي عاد عليه كبشر بغى يطلب كان عنده مناسبة عرس ولا عيد ولا حق الليلة ولا نص الليلة ولا أول الليلة وانتو عاد حرار يبونه بصناديق شيبوا هنتين وشيبوا ثلاث وشيبوا أربع أشكال وأنواع انزين امنيكم عادل مربط الفرس هذا ابوكم متنقصب به عايض من مسقط لين تشنتي عاصمة الخير ابو ظبي عبارة عن شو مطرش الله يحفظكم عصيدة نحن نعرف عصيدة شو عصيدة البوبر والعصيد العادي عصيدة قرع نحن ما كذا سمعنا بعصيدة القرع ويوم بويتنا خدمة ناس ولايتية خدمة أبوي اللي تشوفونها عصيدة القرع ميوب أبوي من دار لين ديرة طعمنا منها وطال عمار من طر من خدم وطرش من عايض ووصلتني لين عندنا جزاهم الله خير مشكور يا عايض كل سنة وكل حول مثل ما قلت لكم إن يعني خبر عن أي شيء مؤسسة خاصة في الدولة خاصة بتجار الدولة خاصة بالوزارات بالإعلان شيء الناس تستفيد منه ويه رمضان ياي الحين خلاص لازم اني اخبر عنه الحين ابوي وقت عروضات نون توهن جايات الحين
جايتنا ملفات شفناهن وشي عرض عروضات مغرية ومفيدة. اللي بويه ملحاية ويبغي يشوف عروضات نون للشهر هذا شو عندهم شو جديدهم ترى بلاش، لم طالع بلاش. أنا ما عزرت على حد وقلت لك سر خد ولا سر اشتر، هذا عرض تقدر تسمع وتقدر تتفرج وتقدر حتى تسوي سكيب وتقدر حتى ما تطالع وتقدر حتى من الأساس ما تفتح الابليكيشن. لكن نحن بنخبر، واللي الإنسان له لازم بيدخل وبيطالع الشيء المعروض شو والأوفرات على شو. ما يبالي كلام، هذا العرض على ما تشوفون. انخدتي فستان تاخذين الفستان الثاني فوقه بلاش، انخدتي لبسة تي شيرت تاخذين فوقه واحد ثاني، انخدتي بوي جوتي تاخذين الثاني بلاش، انخدتي بوي شنطة تاخذين الثاني فوقها بلاش، انخدتي بوي زليقات تاخذين الباديات بلاش. يعني بكل رخص التراب يبونكم ترضون ولا بعارفين كيف يرضونكم. يبون الشيء اللي يرضي خطركم، اللي يرضيكم، اللي يفرحكم، اللي يوفر عليكم المصاريف. كل هذا توفير، هذا كله توفير. أي شيء تاخذه تاخذ الثاني مجاني بلاش. حتى الملابس الداخلية، أن بغيتوا روب نوم، بغيتوا شيالي، بغيتوا أي شيء، فساتين مال كبار مال صغار مال يهال مال توهم مستويين توهم طايحين، كل شيء موجود أبوي عندهم. هذا العرض ترى مش بس في الإمارات، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوجد في المملكة العربية السعودية. نعم، هالشقيقات الهنتين، هالأخوات الهنتين الكبار، هاي ابويهن كل شيء بينهم مشترك، بين الامارات والسعوديه كل شيء مشترك. يوم يقول لك اختكي مثلكي يطرون ابوي الامارات ويطرون السعوديه، خوات الهنتين كبار مستويات ومترعرعات من اول ما استوت الدنيا، ربع وصداقه من عهد التاسيس الاولي لين تقوم ناقه صالح ان شاء الله. ما يبالي كلام ابوي، نونها الحين، كل شيء تباه موجود عندنون، ترى قالوا لكم نونها الحين، التوصيل السريع في نفس الوقت والدفع عند الاستلام او ببطاقه الائتمان وبطريقتكم امنه وفعاله. نونها باكثر من 200 ريال او 100 درهم والشحن مجاني. ما يبالي كلام، الشحن مجاني، اطلب ب 1000 درهم او ب 1000 ريال ويمديك تقسط وبدون فوائد. جميع المنتجات عند نون أصلية 100%، وتروم ترجع المنتج بطريقة سهلة جدا. بعد حمل التطبيق أو ودر عن كل ولي والتالي، أول بادي عطوكم أبوي القطعة والثاني مجاني، وعقب أبوي عطوكم بعد 80% بعد خصم. يقول لك طبعا هوس على تريتش، خذوا اليديد من تحط أبوي الكود مالي أنا، أبشر بالخير وأبشر بسعتك، ما بتلقط لك كل شيء يسر خاطرك. الحين بتلقطون الكود، الحين بينحط لكم. تحس عمرك داخل المغرب، ما تحس أنك أنت في دولة الإمارات. من أول ما تجبل عليهم ريحة بهاراتهم، ريحة عطوراتهم، ريحة كل شيء عندهم تروح لريحة مميزة. ريحة الأزقة اللي في الحواري عندهم، اللي في المناطق، في أسواقهم، كلها موجودة عندهم، موجودة هنا كلها كلها في أرض المعارض. Thank you.
الساعه 1 لين الساعه 3 كانت جوله الاعلاميين، والحين عندهم فتره راحه باقي المشاركين يعني. فان شاء الله بوافيكم كل شيء، كل ما هو جديد ان شاء الله بخبركم فيه، بخبركم عنه، بنصور لكم اياه. اصلا تحس بالحياه المغربيه وانت في هالمعرض، كل ما هو يخص المغرب تلقط ريحه تفوتخ عندهم. هذاك مال العصر الارقان وطريقه ومكونات وهذه الساعه في نفس الوقت. والله سبحان الله، جبت العدد وطلعت النسيج 55 عاشواش كلام انه طبعا انه مصنوع من لوز معمر مع زيت الارجان ومع العسل. حيّ الله محمد. أهلين. كيف الحال؟ هاي الطريقة التقليدية لتحضير الأملو. هي الأملو. هذه مادة غذائية جدا مفيدة. هي نعم. اللوز المحمص وزيت الأرجان الأصلي والعسل. ما شاء الله. ومكون يعتبر بديل للنوتيلا، بديل لزبدة الفول السوداني. هي هي. ومقدم الأطفال صراحة. أصلاً. ما في العافية. لا أنتوا كده. يا العمر خلي. بسم الله. زقرب محمد يس. طبعا عندنا المذيعة السينمائية هند نعوش، حزام أسود. التكواندو. ما التكواندو. نعم. فو متغشر ولي حا. أعطيني حركة حين. لا ما زيت الأرقان. وهذا ابدا شيء لا صار ولا استوى طعمه. حلوها مال بينت بتر، لكن هذا ما في مقارنه بينه وبين بينت بتر. بينت بتر ما سربجي نعمت الله نعم، لكن هذا مثلا العبوه اللي في الجمعيه مال بينت بتر بقيمتها 10 دراهم، هاي قيمتها الغذائيه 10 اضعاف وقيمتها الماديه بعد 20 ضعف. لان شيء متعوب عليه الارقان، هذا كان زيت او الامل. وهذا انك خلال انا سرت لهم في انا سرت لهم لين المراكز مال تجميع البذور هذه وطحنها بالطريقه التقليديه في بلادها هناك في عقر دارهم. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. العافيه مال الامارات ما مالكم. هذه للاكل، هذه منتجات الصحه والبشر. ما شاء الله ما شاء الله. الشاي المغربي بانواع، عندهم شيء بالورد وشيء بالأتاي وشيء مليون نوع، لكن طريقة الصب المغربي هاي تقليدية متعارف عليها. Thank you.
اللي يبغي يشوف الفنون كل منطقة بمنطقتها كل خمس دقائق تجي فرقة تأدي الفنون اللي تمثل المدينة اللي هم جايين منها، واللي يبغي يتفرج على المعروضات فنونهم، يعني طريقة التصنيع وطريقة الديكور وطريقة الأزياء المغربية الحديثة منها والقديمة. اللي بيشوف واحد هالنمونة شو ما شاء الله عليه، إيه يا حافظ، سلام سلام تبارك الله ما شاء الله، مازيني مازيني. خلف هالجدار شيء تاريخ، كنز كبير طويل عريض، خلفها شو هذا الجدار، المسكوكات وطريقة الفرسان وطريقة مليون شغلة وشغلة خلف الجدار. تدخل من الطرف هذا كأنك داخل أول العالم، وتظهر من الباب هذا كأنك ظاهر بوي من آخر العالم. السلام عليك. عليكم السلام. يا مرحبا. خير الله يطول عمرك. كيف حالك؟ الرجال منو اللي قدامنا؟ هذا بعد ابو احمد ما يباله. ما عرفت على هالرجال. هالرجال شارد عن التصوير ونحن صورناه عاد. ما يبى التصوير هالرجال. شو الحل الحين؟ زيد فضلك. هي هذا شيء جديد ابوي، شيء جديد هذا. لا ابو احمد شوف هذا. لا لا لك تجرب الموالح، موالح عندهم هاي موالح اشياء زينه، واحمد شيء فنان هذا وايد ضروري تطعمه منه. دمع شره ما يرد ميت. الله يحفظكم لكم بدعة الرحمن ما لا يسيافي.
أنا للأسف مضطر أني أغادر الموقع لأنه عندي معرض في فندق شنغريلا، معرض متفق عليه من قبل شهر، ولازم أسير أسوي له التغطية اللي تليق بناس عازميني من شهر متفق وياهم. معلوم أني تأخرت ساعة بيني وبينكم، يعني لكن شو أسوي، قلت لا حيلة، بعد شيء نبدأ عن شيء، أبي أعين ضيوف من دار لعندي لازم نقوم بالواجب. غاوي منظر البيوت من الاجواء، تشوف الدنيا خضراء فوق السطح، مبشرات الاول صندقه حمام وصندقه ارانب وصندقه دجاج، ما يستوي بس عاد بسنا من الخياس وعيزنا يا ابوكم من صنادج الحمام، وكل يوم حد عفد على البيت الا وكل يوم شيارين ولد موديني يشتكون، وكل يوم شرطه وكل يوم مخفر. اسميك اسميكني المخافر الاول، انتزرت ام المفرخه هيا هالو من كثر يا ابوك صر الحمام ما شيء، هلا يشوفونه ملحينه كل حد ابوي متفيزر متسمت، كلهم ابوي حراميه حمام، هاي كلهم اكبر حراميه حمام الاول يوم صغار اللي الحين انا الوظيفه الفلانيه اكبر حراميه حمام في الدنيا العوده، لا تقولون ما قلت لكم. يلا شو اللي خلاني ارمسها كذا؟ وللمره الثانيه على التوالي في فاشن افنيو، في معرض فاشن افنيو في فندق شنغريلا، مرتين ابوي في خلال 21 يوم تبارك الرحمن. شكرا جزيلا، ما شاء الله عليك، هاي الوالده كيف حالكم؟ شكرا شكرا لك، يا سلام يا سلام، مرحبا بالضيافه ما شاء الله. من قبل قال لي امك فنانه الله يحفظها ما شاء الله عليها، جديدكم اول شيء انتي نوف صح؟ شو جديدكم؟ جديد كل شيء جديد، شو؟ مشارب حاره مثلا شو شو؟ شو؟ ارمس؟ لا هي تكلمي اصورك شو جديد؟ مشارب بارده اي حق الصيف وتي اي مثل شو عاده؟ كركديه وبستاش وفالوده كلها جديد. تليفونك انت ليش اللي الدنيا؟ والله تسمع بعيد انت حليل امك ما زينها ما زينها. شكرا. هذا اول سلام عليكم. والله انت حرى سلام عليكم ما في سلام. ايوه تحريت ماكم عليكم الطلعات. How are you? الحمد لله. هذا شو عندكم انتوا هنا؟ هي وير ذا يور كارت؟ كيف حالك؟ الحمد لله. وين الكارت مالكم؟ اول شيء هي جوفاني. هاي جوفاني. زين هذا تبع جوفاني. ما شاء الله عليك بارك الله فيك. انتو احنا ام ديزاين عندنا عبايات وعندنا دريسات.
هاي العباية زين والدرسات. يا سلام يا سلام يا سلام على الدرسات ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا للعارضتين أبدعتن بسرعة خليتنا نخلص في خلال دقيقة للبوثين الاثنين. بس في خاطري لابس كعب كعب والله ثانك يو عليكم. مرحبا عليكم. شو عندكم هني وقتكم؟ نحن عبي وفساتين عراس وحفلات وجلابيات حق رمضان ان شاء الله. ما شاء الله. وهذا اسم دروس. وين الكرت مالكم؟ هذا البزنس كارت مالهم. هذا البزنس كارت مالهم. Thank you. Show me anything. يا ربي يا سحين توها بتتنقى. بس سلام. What about the prices between? Up. ما شاء الله. No and down also. Down also. Thank you. شكرا. هذا شو؟ طبعا هني طاولة ريح الصبا. طبعا ريح الصبا غني عن التعريف. بخور وعطور وعود. بعد عندها عطور للفراش. منتجاتها جدا جدا مميزة. أتمنى الكل زوار فاشن أفينيو يكونوا موجودين ويجربوا شغلها. ما قابلتن بالمجلوب يا الله منك. Thank you. السلام عليكم. كيف حالك؟ شو عندكم؟ عندنا عبي ودرستها عبي. هذاك لكم انتم بعد؟ لكم هذا؟ بهرين عين والعينتين. هاك الخضر لا اخضر ليه هناك ممكن؟ السلام عليك. كيف حالك؟ انت من هالوين؟ من هالوين؟ انا من وين؟ هي والله والنعم. توني جايين ابوي من المغرب في ابو ظبي. معرض كامل اسم المغرب في ابو ظبي. انا متابعك انا من فان تبعك. والله بارك الله فيك. مرحبا بك بنتي. مرحبا. شو المميز عندكم ومن وين؟ هاي شركة كويتية اخوي العطور. نعم. مميزين عندنا كثير عطور في الشرق الاوروبي بس الجديد عندنا هاي كوليكشن عطر مياس. عطر مياس. تمام. اللي هو مسك على عنبر. هذا اللي هو زهور ومسك وحمضيات. هذا الجديد عندنا. رابحين من هذا. والحلو انه في عندنا حلو انا 20%. هذا عنبر ومسك. طبعا في البخور فنان ترى. تقول ما حد قالكم فنان لكن ما يدري سعره. هي كم سعر هذا؟ هذا 310 دولار. سعر موافق ويستاهل. خنينا ريحته هذا. شو اسمه؟ اسمه مياس. مياس هذا مسك على عنبر مكونات الاساسيه. اي والله هذا تقول ما قلت لكم وايد فنان. رجعت ما ادري بهن اكيد مدام هذا زين اكيد هياك نفس الطريقه. شكرا جزيلا. وين الكرت مالكم؟ شو هذا الحين؟ مرحبا معاكم روج. روج ماركة إماراتية. روج يعني اللون الأحمر بالفرنسي وروج يعني روج حمراء بالعربي. نعم. عندنا كذا كولكشن. عندنا أرواج، عندنا آي شادو، عندنا رموش، وعندنا نيو كولكشنز جايين إن شاء الله. إن شاء الله. وحياكم. الألوان على الأبراج تختار لون برجك على لون الحمراء طبعا يعني للبنات. زين زين وين هذا الكرت؟ جديد في المعرض. الجديد في المعرض ان المعرض
الأولي يختلف اختلاف كلي عن الثاني. المعرض هذا تحس ان كل شيء فيه جديد ومميز ومش معروف، ما نعرض في المعارض اللي من غير. السلام عليكم. هذا ابوي معرض حق. لا اله الا الله. كيف حالك؟ شو عندكم هني في هالمكان؟ احنا عندنا دريسز. هي دريسز للبنات الصغار. هي ايوه زين. شو بعد بتراويني؟ في نفس العيال يصير. يا ليت تعلين حسيت الاشياء الصاصرين عمرك. استنى شوي علي. بعد؟ هيك يا سلام يا سلام. يلا عاد الكرت وين؟ بسرعة. شو بسرعة؟ هي خلص هالدقيقتش. عظم هلا دقيقتين. يلا خود. خود ها. شكرا. خير ان شاء الله. نفسي اليوم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. كيف حالك؟ منو يتكلم حينه؟ انت؟ كيف حالك؟ اهلين. عندك محل دي جي ديزاين؟ نعم. اهلا وسهلا. هذا الموديل. هذا مال. هذا موديل. نعم. ما شاء الله. هذا قسمكم انتم صح؟ اي بس الستاند هذا. والستاند هذا؟ هذا مغربي. ايوه. هذا مغربي. عندنا قطعتين وعندنا رندات مميزه على مستوى الدوله. نعم. اسمي سكفتان. عندنا وايد اشياء حلوه. راويني شيء من الاشياء هاي. البطيخي راويني. هي. ايوه. هي. طلعي الكرت وجهزيه مره واحده. هذا قطعه واحده. ايوه. اوكي. هذا طلعي لي شيء ثاني. هي. هي 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 هذا هذا. هي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايش السلام؟ نريد ديزاين. هي في عندنا عبي مناسبات. في عندنا عبي لك اليوم. في بعد عندنا خدمه منازل. نوصل لنا البيت ناخذ مقاسات الزبونه ما شاء الله ونوصلها العبي لنا البيت. العبيكم من الى الاسعار؟ الاسعار تبدا من 600 700. نعم. الين 1000. وعندنا خصومات خاصه بخالد الخالدي بعد خلال هاي الفتره 20% كل زبونه تكب تشرها الشاشه وتجيب لي اياها. يعني التسليمين يعلم يابس الجنه. الله يعزك منور. مرحبا. الله يحفظك. سلام عليك. هذا شو عندك انت؟ جلابيه سر ابي ابو شبكون. في عندنا كمان دريسر. هي يا الحمار الحمر دنجر دنجر دنجر. خذ عنها فتح الكوت رقم واحد. شلون ضيوفنا خاري هالجماعة الإدارة زين فظهروا مساكين هل بال دلة المعازيم ظهروا لين خاري جابلوهم وفاولوهم وقهوهم مرة ما قصروا. أحمد عيسى شكرا جزيلا. بارك الله فيك. الله يرحم والديك. شكرا. انت ابوي قاعد في معلم من معالم الدوله. واجهه جميله ومكان مميز. انت بكبرك مميز يا ريال. بارك الله فيك. شكرا جزيلا بنات. على فكره الفندق المعرض ممزور لين عينه ولذلك انا ما اصور الا تحت لين اخطف. محل العيون مزوله ولا انت؟ انا والمحل. ما كذاب اشوف. شو صار؟ بغينا نتوحك هاك اليوم. يلا عاد اخذ. يا ربي ها عيون. ايش نسوي؟ يلا عاد. تكلي على الله. اي ايوه الحين زين. الحين رقم واحد ما شاء الله تبارك الرحمن. لا تعقين شيء اللي تشاوريني يا ويلك. تعطنا جبان رقم واحد وايد خفيفه على اللبس. ايه. وما فيها بوليستر. ايه. ها كل انتو؟ ايه كلنا احنا. ما شاء الله عليكم. وهذا الستاند مالهم. إيه. إيه. أعراس. ما شاء الله تبارك. السلام عليكم. شو عندك؟ ما سمعت. كوتون روزز. إيه. It's cotton roses. We have dresses and abaya. All of the new collections. ما شاء الله. Okay. ورده تسمونه؟ هذا ابوي الواحد.
Thank you. Thank you. يا سلام سلام. وين الكرت مالكم؟ Thank you. شو عندك؟ هي في منا الوان هي الخير هتتكون. Thank you. وين الكرت مالكم؟ بدك تخليه. مرتين قبل مرة. شكرا جزيلا. السلام عليكم. كيف حالك؟ ليب. هي. فساتين وعبي صح؟ فساتين وعبي. ما شاء الله. أسعارك من إلى؟ تقريبا 1500 2000. زين أوكي. حسب يعني. بس أعطيني الكرت مالكم. هذا الكرت ماله. زين خبزي يسمونه. شكرا. شكرا. أبوي. شو اسمه مكانك؟ أولكتري. اسمه أولكتري. أولكتري. هذا أبوي عارضة أبوي. هذا ريدي تو وير. ها؟ ريدي تو وير. شو يعني؟ يعني ملابس جاهزة. أيوة. أوكي. هذا... عندنا ملابس مال السفر. نعم. أيوة. عندنا أطقم. نعم ما شاء الله. ما... أيه. أنتم من هالوين أبوي؟ من السعودية. الله يحفظكم. والله مرحبا بكم وسهلا. وعندنا بعد دراسات مال العيد مال رمضان. تبارك الرحمن. أي. عندنا بعد شغلات، عندنا بعد مطليات فضة، مطلي ذهب. هذا ما يعول ما يخترب؟ لا لا ما يخترب. لا مطلي ذهب، انت عارف الذهب لا يتغير لونك ولا يصدي مثل السعودية ما يتغيرون. الله يحفظهم. شرواك عاد احنا ما قدام شرواك الطيب. الله يطول بعمرك. شكرا. الله يطول. مو قدرك عاد. لا والله يجعل عمرك طويل. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. وين الكرت؟ الكرت وين؟ هذا بالكرت. بس فولو. سووا ابوي فولو حق الجماعه هاي. أيوة. هل السعوديه. أيوة. وين شو علي؟ وين شو عليه يسوون فولو؟ على هذا الحساب. على هذا مال الانستغرام ابوي. هذا انستغرام هم بس. أيوة. خمسه صبعت. أيوة. انزين بغطي على ابوي. يا ربي. ايوه سم. هذا ابوي سم الله عدوك. أيوة. هذا مسوي لهم فولو ابوي. هاي جايينا من دار بعيده يستاهلون. الله يسلمك. شيء يستاهل ويرزق عندهم. الله يسلمك. الله يبارك فيكم. ان شاء الله يرزقكم. هاي الصنم مال المليكان والله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. والله العظيم اني اتحرك ما بصدقية. والله قسم بالله العظيم. الله العظيم. ها شو محلكم انتو؟ هذا المحل صح؟ انا عندي هون ريبين وجلبيات. نعم. وهذا الكارت مالكم صح؟ هذا الكارت مالي. رقم مالي. العربيك شيء ثاني. هي. ايوه. شوي بعيد عادة. دخلي داخل. ايوه. اسعارك من الى؟ يعني من 2000 ل 800 ل 2000 2500. ما شاء الله بارك. شكرا جزيلا. يا سلام يا سلام يا سلام. ترى نفس البوث لكن هذا قسم العبي. قسم العبي. ايوه. كرتكم غير؟ هذا زمان العبي. اسعاري تبدا من 700 ل 1200. بزنس اماراتي. ما شاء الله ما شاء الله. الله ييسر اموركم. شكرا. هذا الحمر روحه يوجه في الماشي. يا سلام. انتم بس فساتين صح؟ شو اسم البوت مالكم؟ هذا ها؟ وين الكرت مالكم؟ هلا الكرت تبعك. زين زين ما شاء الله. بس اعطيني الكرت عادي. لا تمام. ولا احكي
ما شاء الله. ايش ما تبين مدح ابوي؟ هذا ما هذا يسمونه؟ خلي عليك صورت تب كبر. ها والله؟ اي ها يا سلام خزعنه. اوه وين هذا؟ هي يبي. شكرا. زين وين هاي؟ نفس المشروع؟ نفس البوث. هي our producer from Kuwait for Madame Susu Aya. And this is for this one is for nails and this one for whitening for the face. And about this one, if you have problem for your face, if you have black spot, you can put morning and afternoon. And about this, yeah, Snapchat, this one. Thank you. Thank you, sir. هذا مشروع من بعيد روحه يزقر ويرحب من بعيد ترتيبه وشكله هو اللي نطقني أنا عشان تبون الصدق واللي أكثر اهتميت لأنه حال حال البوثات الباجي إن كله تبع مواطنات الله يحفظها المواطنات المجتهدات. شو عندكم الله يسلمك؟ دخون وعود وبكسات هدايا متخصصة بس حق المعرض. نعم. والعطور مخمرين. وين عنوانك؟ الكارت مالك؟ كل شغلنا موجود في الانستغرام. طلب دايركت. سلم واستلم. إن شاء الله. بعد سلم واستلم. أنا أبوه. تحب تجرب شيء؟ مشكور الله يسلمك. شكرا طال عمرك. هذا حقي أنا ميوت. ليش خدتي؟ ماكواتش. أسوي سوالف والله أسوي سوالف. شكرا. كركديه ونزل الجو. عزرت علي وأنا أصوره وأنا أشرب منه. عشيرته ودنياه وعلم خبره فنانين. What's your good name? Hazel. منو؟ Hazel. هيزن؟ هيزن 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 ثانك يو هيزن. السلامة. كيف حالك؟ ما سمعت. الحمد لله بخير. هين زين. شو عندكم؟ هي شكرا جزيلا. وين الكارت ماركة؟ الكارت ماركة وين؟ ما عليه لا رقم ولا شياته؟ على الانستغرام عادي بس؟ بلاي تليفون بلاي شيات شي يظهر بالانستغرام؟ الحين بعد. شكرا جزيلا. هذا أبوي حساب مالهن أمال العبي. يلا تصوري الثاني لهناك. ياريت شوية بسرعة لو سمحتي. ها فساتين صح؟ زين. وزهبي الحساب ما له عسب بنحطه مرة عمرتين. وهذا اسمه. شكرا. عليكم شو السلام. عندكم الله يسلمك. شوف عندنا جلابيات ما شاء الله. ما شاء الله الجلابيات. ما بسوي ثلاث حاتين. ايوه ما شاء الله. ضريحه كم السوداء الفولك اول وحده. هي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شكرا. وين الكرت عاده؟ 24 ساعة يتابعك. منو؟ قريبي عمري. هي حافظ عليه. ذويق وفنان. سبتي تابعني. هي. أبوي الله الله في حرمك. هاي حرمك رقم واحد. طيبة وخلوقة والله يستر عليها. إن شاء الله يرزقك بالذرية الصالحة. إن شاء الله يا رب. آمين. سلام عليك. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أنتي؟ الحمد لله. هذا البوث مالك. أنتي كذا عباية. هي نعم. شو عندكم؟ عندنا عبايات. ما شاء الله. أسعارنا بالألف ومئة. نعم. بعد شيء فساتين؟ ما شاء الله ما شاء الله زين. أنا عبايات
زين وين الكرت مالكم؟ شكرا جزيلا. هلو اي ام فاين سندريلا. ما شاء الله عليك سندريلا رقم واحد. This is ready dressing. ما شاء الله هذا ابوي دريسنج موزة. ما شاء الله على دريسنج موزة. Where is the cart؟ هذا ابوي موزة دريسنج. هذا الكروت مالات. Thank you سندريلا. فريد الياس طبعا عطور ودخون وشغلات وايد حلوه ومميزه. شو عندك حبيبتي؟ عندنا عطور فرنسيه وعطور الفراش والبستلر عندنا فاطمه ام هيان وعطور الفراش طبعا. السيدر المزايد. اشوف شو هذا هو؟ هذا السيدر المزايد. سيد المزايد؟ يا سلام. شكراً بعد التسليمي. هذا العطر حق الفراش ولا حق الثياب؟ للملابس حق الثياب. زين شكرا بارك الله فيك. وين الكرت خدناها؟ هي صورناها صور مره ثانيه. يا سلام شكرا جزيلا. الله يسلمك. ابوي هذا كله كروشيه وقطع مخاوير اتوقع. شو عاد الخلق هذا؟ شو الخلق؟ قطن. كله قطن ابوي كله قطن. شفته قطن بارد. هذا هذا ابوي. انا نجيب شنطه لنا البيت. تودي ابوي شنط لين البيوت. تودي ابوي شنط لين البيوت. وهذا ابوي شيل كنادير مخرز مخروز كروشيه تلي صوص. ها تودي ابوي شنط لين البيوت. انت بتكلمين عنها وعند؟ احنا عرايه. ما شاء الله انت من هالوين؟ أنا من الأردن. والله والنعم. وين في الأردن؟ أنا من درعلة من الغوش. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شرفنا نحن. الله يسلمك. الله يخليك. أنا أنا أحلى أغنية عندي الأول يا خيال الزرقاء. يا حي الله فيك. بارك الله فيك. شو عندك؟ أنا بشتغل بالديكور. نعم. وهذا وين شغلكم؟ هذا كله شغل إيدي. هذا كله هاند ميد. أنا عاملته بما مادة الرزين مادة جديدة بالبلد. نعم. ما في كتير ممولين لإلها. نعم. بجيبها حتى أنا من برا من كندا. ما شاء الله. بعمل اللوحة وبرجع بحط عليها مادة الرزين. نعم. فهي تصميمي وتنفيذي كامل. ما شاء الله. من الله يحافظك. وين كرتك الله يحافظك؟ أنا بتجي أيوة يعني do it yourself اصنعها بنفسك. ما شاء الله عليك. عندي بالإنستغرام. حية تفاد أنت. أنت حية تفاد. وين كرت وهذا بالإنستغرام؟ اتوقع خلف حسابها بيلقط اشياء وايد جميله ان شاء الله. لا اتوقع انها من الكرت مالها يبين عنها انها ما شاء الله عليها ملقعه يعني كل شيء تخطى ابليس وتداويه. شكرا كثير كل مزار. شكرا. السلام عليكم. انت ما تبي تظهرين صح؟ لا بس انا عندي ثياب صلاه مفرزه تطريز. ما شاء الله. هاي الوانها تطريز وصلاتي هي حياتي. ما شاء الله جزاك الله خير. عندي تجديد الصلاه كمان. نعم. سجاده معها غلاف للمصحف كله شغل يعني. ما شاء الله كل شغل في روحك. كله شغل. على الله يحفظك ويستر عليك ويا جربك ان شاء الله. الله يسعدك. من هل وين انت امي؟ انا من الاردن. والله مليون ونعم. وهاي والله مليون ونعم. هاي الحرمه اللي توها هني صور هاي تبعكم؟ قربتي ساكن في نفس الفريج؟ اها جدا جنب بعض؟ جيران؟ قرايب. احنا قرايب. والله شكرا. كلكم من الغور؟ من الاغوار. الاغوار. انا مدينه محمد بن زايد. يا اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. شكرا. هذا اس اي كتور شيخ السبوسي. هذا وهذا ابويه ترتيب السبوسيه. هذا ابويه ترتيب السبايس. ترتيب السبايس ترتيب السبايس. روحه غير نمون. ما شاء الله تبارك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. رقم واحد. بارك الله فيك. شكرا شكرا. كرت كرت منو هذا؟ بالله عليك تزعل علينا من محمد. لا ما عليها باس. ها كرت يا ابوك ما عليها باس. نعم لها ما عليها باس. بسم الله عليها. الله يحفظك. زين هذا الكرت ما شيء وراء؟ لا هذا هو اس اي والرقم تلفون ولا
تلقى في المعرض شيء من البنات هن نفس العرضات اللي قبل أسبوعين قبل ثلاثة، لكن في خلال هالعشرين يوم أو الثلاث أو 25 يوم يكون في تطور وايد محسوس وملموس من طريقة عرضهن، طريقة الشغل اللي يقومن فيه ويخدمنا ويرتبنا، كان ريح ولا رسوم ولا أي شيء، يكون وايد يعني فرق بين اللي قبل واللي عقب. السلام عليك. كيف حالك؟ تمام. أردنية أنت بعد؟ أنا؟ هي. لا سوري. زغت. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. هذا بوت مالكم. أيوة وام فاشن. وام فاشن. شو عندكم؟ إحنا ملابس حق سفر، حق نعم. رياضة، بأصفات واسعة، ناسب الأمهات، ناسب المحجبات، بأشكال عصرية. لا تشتم كتابات عربية. ما شاء الله. زين. ما شاء الله. وين الكرت مالكم؟ في الحساب. لا مو هذا. في حساب. حساب مالها. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. دار ليالي بسوزي المطر. السلام عليكم. شو عندكم؟ دار ليالي بسوزي المطر دريسز فاشن. هذا؟ زي يلا طلعي جهزي لأني قاعد أصور حاليا. أيوة. شو عندكم شيء جديد ما شفناه الأسبوع اللي فات؟ اللي ما شيء جديد شو عندكم؟ أسعاركم من إلى؟ 1750 لغاية 2750. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. والله إني آويت أي والله إني تحرت ياس الصيح. ها كم هي؟ شو what are you going to show me? What do you have? ها؟ dress. Thank you. هاي dress مالك. All these for you? Thank you. Where do your business card? تعال شيء تبى تلحف فيه هناك. ها بعد أبي عندهم. Hi. Show me your business card. لكم كل الموديلات جديدة، كل شيء عندهم جديد، أي شيء في المعرض اللي خطف ما بتلقطنا في المعرض هذا، لذلك اسمه معرض رمضان ومعرض العيد ومعرض الأشياء الجديدة، كل هذا جديد، كل جديد. مقواج يا سلام خوز على ما شاء الله عليك. كيف حالك؟ الحمد لله. شو عندك؟ عندنا ديانا من تركي. هي. اسمنا نيلو بوتيك. أها. نعم. كله من تركي. زين. Where is your business card? Yes. زياهم كلها تركية. وأنتي تركية؟ لا. تركية. ها؟ لا لا. أنتي تركية؟ لا أنا تركية. أنا وأنتي من وين؟ أنا إيرانية. أنتي بابني عن؟ في دبي. والله هذا زاج قليتي بخير. دراسة بالعربي بعد. ما شاء الله عليك. شكرا. وهذا؟ This is a style house. Other company. Style house. This is owner of the style house. ما شاء الله. He's in a car.
وبضاعة أبوية كله فرنسي، سامان هاي الحرمة اللي الحين هذا الكرت هذا كله سائلهم كله مال بيت ومال يعني، لكن السامان كله فرنسي اللي عندها. خلق مالكم شو؟ فرنسي. ما شاء الله. في كويتي بعد زين كويتي حبل. خلي تظهر هالزراي هاي السود هاي هاي اللي كلها فولك هاي يا الله. يا سلام. يا سلام. Thank you. السلام عليكم. وين هذا البوث مالك؟ هذا ها؟ كشخة كويتية. أيوة هذا ها. كشخة كويتية. شو شيء ثاني؟ ممكن ظهري لنا قطع قطعتين؟ على فكرة هذا مال كشخة كويتية بيهم وايد مميز وجميلة، أول مرة أشوف هالأنواع يعني. هاي بعدها أنت نفس شيء كشخة كويتية؟ شوف أنت شكرا جزيلا. جلابية نفسه هذا؟ هذا اللي فوق، هذا اللي فوق هذا بلو فاشن، ها كشخة فينيوم هاي هذا القسم زين، وهذا بلو فاشن جلابيات لرمضان ما شاء الله. هذا رمضان زيغتيني. وين حسابكم؟ هذا حسابهم فوق تحت. يا الله منك شكرا. شو اسمك انت؟ لبانة. لبانة اسمك؟ لبانة. ماشي. ها؟ أول مرة فيها تسمع حد اسمها لبانة؟ والله؟ أنا بسوريا عادي عندكم أنتم. إي ما شاء الله. هذا بوث كل لعبي. إحنا أسعارنا من 400 ل 850. زين. في شيء تقدر تروين إياه؟ شكرا جزيلا. وين الكرت مالكم؟ هذا؟ كان لك كمان تنانير؟ هاك تنانير. شكرا. وهذا الحين شوف هذا؟ كاس. هذا شو الكرت؟ الأسعار من إلى 400 ل 900. عندهم أشياء كولكشن وايد كبير. فيك تغير القطعة؟ إيه. كل شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ How are you? Good, good. Where did you come from? I'm from India, but we are based in Dubai. ما شاء الله عليك. Shaira Fashions. ما شاء الله. So what do you have here? My things. This is your. Yeah. Show me some of these, please. ترى الهنود ما يغلبون، كل أشياءهم مميزة. أوه يا سلام، هذا ما خطر على بال حد. ليموني على بربل ما خطر على بال حد. هذا الليموني على بربل لا تنسى إنه ضروري اللي ممكن بتي عند الحرمة هاي ها. هذا بوته. تطلب أبوي الليموني على البربل هاك اللي توني صورته في منتهى الروعة. وهذا أبوي عنوانها. أما الليموني على البربل رقم واحد. شكرا مدام. Thank you. هذا مختصين كلهم في العبي. السلام. This is one. I like two. Where is your cart, please? Thank you. شكرا. عفوا. هذا الكرت. هاك البوث مالكم صح؟ هذا معروضات.
What's your name? What's your name? بيت العين نحشم على خاطر تسمع فيها دحين. اوكي نطلع مش مشكلة. اوكي بارك السلام عليك. عسلامة. كيف حالك؟ هاي شكرا. شو عندك الله يحفظك؟ عندنا اكسسوارات حلوة ومزيانة. مش نحكي معك بالتونسي. اي احسن احسن. شوف فهموني. عندنا اشياء حلوة، فما اشياء مطلية ذهب، فما زيركون، كلها ديزاينات 2019. نعم. حاجة حلوة يلبسوها في رمضان، قبل رمضان، بعد رمضان، في كل مناسبات. نعم. وين الكارت مالك؟ شو اسمك انت؟ انا اسمي مريم. مريم. مريم رحال. صار لك كم موجود في الامارات؟ 5 سنين. 5 معرسة؟ اي. عندك عيال؟ اي. عندي ميار واحمد. الله يطرح فيهم البركة. اسمها ميار ديزاين. الله يبارك فيهم ان شاء الله. يبلغت فيهم عرسان. ان شاء الله. انت عند اهلك وبين ناسك. عبارة انت ما بغريبة. الحمد لله انا كنت ساكنة قبل 5 سنين في المانيا. نعم. انا استاذة لغة المانية اصلا. بس الشيء المميز في الامارات عسلامة. الشيء المميز انه ما عمرك تحس انك انت نقول بتونسي براني، معناتها عبد مو تحسين كانك انت موجوده؟ كاني موجوده وبالعكس بنت البلاد. سبحان الله. معناتها احنا خاصه في المعارض نشوفوا الجنسيات ونشوفوا الناس الكل، الاماراتيات تبارك الله عليهم. إيه. فهمتني؟ بالعكس ما تحسكش انك انت انسان دخيل. سبحان الله. اطلاقا. إيه. فهمتني؟ فالحمد لله. اللي يميز الشعب الاماراتي بالضبط. من اي شعب الحمد لله. إيه. والامن والامان الحمد لله رب يا ربي لك الحمد والشكر ما شاء الله استاهلوا الحمد لله. صبري ابوي صبري تذكري يلا ما خسني اصور هاي لا ما شاء الله عليهم كلهم طول واحد صورت تتبع شو وين صار منك ثانك يو ترى فوق البيع ها زين تلح في تحت حق ما اصور والله انت غير نمونه. يلا السلام عليكم كيف حالك كيف انت مع سامحينا من الساعة ترى سوينا سوالف. نعم. زين شو حب تصورين؟ في عنا هذه النيو كولكشن. نعم. عمر بسلا. أيوة. قلتي من الساعة شيء من هالوان أنا ما رويتيني الألوان. زين. من هيدا اللون. هيدا اللون عليك يجنن. شو يشبه لون عيونك؟ يلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هيدي بسلا عنا. ما شاء الله شكرا جزيلا وين الكرت مالك يا ربي هذا ها يا ربي نمنا معاد هالكبير